السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هيروز ولاك. واليوم راح نسوي ريفيو للعبة سونيك أوريجينز بلس، أو ممكن نقول سونيك موريجينز لأن فيها ألعاب زيادة من الأوريجينز. طبعا البلس جاب كاركتر جديد وجابنا الليست كامل اللي كان متوفر في الجيم جير، كل الألعاب اللي هي لازم أقراشن سونيك ذا هيجوك، سونيك ذا هيجوك 2، سونيك ذا هيجوك تريبل تريبل، سونيك كاوس، سونيك بلاس، سونيك لابيرينث، سونيك سبرينج بول، سونيك درافت، سونيك درافت 2، تيلز ادفنتشر، تيلز سكاي بورتال، ودكتور روبوتنيك مين بيم ماشين. طبعا هذا الألعاب اللي مضيوفة في البلاس أو مورجان مثل ما نقول. الألعاب هذه كلها نزلت أيامها على جيم جير طبعا، وبس ما كانت نازلة أو في مثل ستور أو شيء. الحين جابوها مع الليست كامل في السونيك أوريجينز بلاس، وفي شخصية جديدة اللي هي إيميلي. إيميلي راح تقدر تلعب معاها في السونيك 1 2 3 وسونيك سي دي، يعني إضافة جديدة حلوة. الحين تقدر تلعب مع كل الكاركترز في كل الأجزاء. أنا بس يعني كنت أتمنى لو يجيبوا مثل سونيك أدفنتشرز 1 سونيك أدفنتشرز 2 بدل ما يجيبوا جيم جير، لأن أشوف جيم جير ألعابه واجد قديمة وما حلوة، يعني حتى الحين ما تقدر تلعبها. يعني إذا نتكلم عن 2023، يعني أنا حتى جربتها ما عجبتني أبدا، يعني حتى ما قدرت أخلص ستيجين ولا ثلاثة، يعني ما حلو أصلا. فكنت أتمنى لو كان يجيبوا ألعاب مال سيجا ساتن، اللي هي سونيك جام أتوقع اسمها، وفي مال سونيك ريسينج آر أتوقع اسمها، ولو كان يجيبوا مثل سونيك أدفنتشر 1 وسونيك أدفنتشر 2 كنت أقول يعني أوكي الحين كومبليت الليست. يعني هذا الأشياء البسيطة كان بيضيف أو كان بيساعد في السيلز، لأن في بعده يعني ناس ينتظروا سونيك أدفنتشر 3، فكان هذه ممكن نقول لك يعني سيلينج بوينت في الكوليكشن هذه اللي هي البلاس. بس لكن للأسف جابوا اللي ألعاب الجيم جير، وأتوقع ما حد سألها بعد، لأن الميوزكس يعني والجيم بلاي، يعني حتى الشاشة صغيرة، يعني البوكس مال الشاشة صغيرة، والكاركتر أحيانا صغيرة وأحيانا كبيرة، حتى البرفورمانس ماله يعني تعبانة، يعني حتى فيها واجد لاج. أما نتكلم إذا المودرن جيمز اللي هي مال سونيك 1 الى سونيك سي دي، فهناك البرفورمانس واجد بروفد، يعني صار احسن من الاوريجينز. يعني اشوف مع التكنيكال ايشوز اللي كان فيها مع البلاس رتبوا كل شيء. و شخصيه ايميلي طبعا شخصيه محبوبه كانت عند بعض الفانز، يعني يحبوا هذه الشخصيه فاضافوها. ونفس الشيء كان بعد لو كان يضيفوا ألعاب سونيك أدفانس 1 2 3 اللي كانت على جيم بوي أدفانس، كان ممكن نقول إكسلنت يعني كولكشن. مثل يعني سلاحف جابوا كل الأجزاء، لكن سلاحف كان يعني ألعاب على جيم بوي المعروفة، كان ألعاب جيم بوي كان أحلى من جيم جير، يعني بس مجرد لون وهذا لا لا، الألعاب يحتاج لك تسويها اللعبة حلوة البرفورمانس وهذا. اوكي هو فكره حلوه سيجا يعني مسوين الكولكشن، او اتمنى لو سيجا يسوي العاب الثانيه يجيب الكولكشن، مثل في Alien Soldier تعرفوها، اتمنى لو يجيبوا ريميك حاربه. اذا البرفورمانس هنا كل شيء حلو، وكل ما تلعب مع شخصيه، مثل الحين تلعب الجزء الاول سونيك 1 على مع شخصيه نكلز، طبعا اللعبه يختلف. نفس الشيء مع ايميلي عندها مطرقه وهمه، فاللعبة راح يعني يكون اكسبيرينس جديدة حالك لما تلعب مع هذه الشخصيات. فأتمنى يعني يعجبكم. وفي ميوزيوم مثل ما نعرف من أول، وفيها ساوند بلاي يعني تقدر تسمع كل الأجزاء، وفي مسوين ريميك ميوزيكس بعد، لكن لازم تجيب يعني تخلص الستيج دي بالكوينز وبعدين تسويها ريديم يعني، وتقدر تنزل كلها. وفيها ميوزيوم اللي فيها صور، والحلو هنا مثل ما الريفيو الاول خبرتكم انه مسوين ستوري حال اللعبه، يعني تقدر تلعب ستوري مود، ومسوين رسوم جديده. يعني طبعا هذه اللعبه ما بس سووها بورت وجابوا، لا مسوينا مع نفس الانجن اللي مسوين لعبه سونيك مانيا،
ترى هي بيكسل جيم، فجابوا نفس الانجن وحطوا هذا الالعاب فيها ونزلوها، فاكيد يعني يكون احسن نسخه من الاجزاء القديمه. فشجع اللي ما لعبها ويحب سونيك يجرب هذا الكوليكشن. شباب لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، وهذا كل اللي كان موجود في الأوريجنز، لان كل اللي كنت باي اخبره خبرتكم في الفيديو القديم. بس هنا مثل ما نعرف الاجزاء الموجوده كانت في جيم جير، وشخصيه إيميلي اللي هي زياده في اللعبه وبرفورمانس الدلوع. لا تنسوا شباب مره ثانيه لايك شير وسبسكرايب وشكرا.